السلام عليكم. A 30-year-old farmer is brought to an emergency department in Delhi on a hot July afternoon with high-grade fever and altered conscious level. He was found disoriented by co-workers in the field. His wife reported that he was well and normally fit, but he has had a high temperature over the past 8 days with no history of severe headache, loss of consciousness or seizures. The مريض جاي high grade fever, disturbed conscious level في منطقة في دلهي جاي high grade fever و disturbance. أول differential diagnosis بالنسبة لي مريض شغال في منطقة حارة جاي high grade fever و disturbed الهيت ستروك. تاني حاجة دي منطقة دلهي دي من تبع التروبيكال areas, هفكر في السيريبرال الملاريا عشان الملاريا endemic في الاريا دي. Tropical area short duration of high grade fever reduced the conscious level. Other causes اللي بتعمل disturbance وفيفر الانكفالايتس meningitis ممكن enteric fever والليبتوسبيروزس او الدنج فيفر. بالنسبة للإكزامينيشن كان المريض أول حاجة الريكتال تمبريتشر كانت 40 درجة. الجي سي اس بتاع المريض 7 no meningeal signs and no focal neurological signs. بلاد بريشر كان 90 على 60 ملم في مركري. البلس ريت كان 120 بيتس بير مينت. الابدومينال كان فيه بالبابل سبلين 2 سم بلو ذا كوستال مارجن. باقي الاكزامينيشن كان نورمال. كده بالنسبه لنا الديفرنشال دايجنوزس هيتغير. اول حاجه هما بداوا ميديكال تريتمنت, بداوا ينزلوا الحراره بتاعه المريض, البادي سبريد ويز ووتر ان فرونت اوف ا فان اي في فلويدز. التمبريتشر نورمالايزد خلال 45 دقيقه. But there was only mild improvement. فكده بالنسبة لنا differential diagnosis هيتغير. أنا مريض كان جاي بدراي هوت سكين, نزلنا حرارة بس الكونشس ليفل ما تحسنش, يبقى هيت ستروك ده excluded. Meningitis ما فيش meningeal irritation. Leptospirosis كان examination ما فيهوش conjunctival hemorrhage ولا كان فيه jaundice. الدنج فيفر ما فيش rash, ما فيش bleeding tendency, ما فيش circulatory failure. هيفضل بالنسبة لنا الانكفالايتس الملاريا عشان في سبلينوميجالي, والانتريك فيفر كمان في سبلينوميجالي. كانت الانيشال انفستيجيشنز الابنورمال فيه كان في ليكوسيتوزس على 16, الهيموجلوبين كان 7 جرام بالديسيليتر, وكان في مايلد هايبوجلايسيميا. عملوا له انفستيجيشنز ثانيه, كان البلاد كلتشر نيجاتيف, الفيدال تيست نيجاتيف, الام ار اي برين والسي اس اف اكزامينشن كان نورمال. اتعملوا بلاد سمير كان هاي ليفل رينج فورم بلازموديوم فالسيفارا اكتر من 5% من الانفكتد ار بي سيز. فبالتالي الدايجنوزس بتاعي ده ماشي مع سيريبرال ملاريا. كلينيكالي المريض في فيفر, في ديستربنس. سيريبرال ملاريا دي عباره عن ميديكال ايمرجنسي محتاجه ارجنت كلينيكال اسسمنت وتريتمنت. انا بيكون البيشنت ان اروزابل كوما, يعني لو مريض عنده اسيدوزس لاكتيك اسيدوزس هايبوجلاسيما عملنا كوركشن البيشنت كونشس ليفل مش بيتحسن. طب الكوز ده بسبب البلازموديوم فالسيبارم, ده سبيشيز من الملاريا بسبب الانفكتد بتاع الفيميل انوفلس موسكيتو. الباثولوجي ان انا بيحصل مع الفيميل مع البلازموديوم فالسيفورم بيحصل سيكويستريشن للار بي سيز جوه البلاد فيزلز الفينيولز والكابيلرز. ده بسبب بروتينز بتطلعها التروفوزايتس بيحصلها بريسيبتيشن على البلاد فيزل وتمسك جلايكوبروتين. كويس, تمسك في جلايكوبروتين موجود في الاندوثيليال وول, فبالتالي بيعمل سيكويستريشن وتقفل البلاد فيزلز. فده بيدخل في تشو, بيعمل تشو انوكزيا, بيعمل نكروزس في السيلز. هي الملاريا دلوقتي يعني حسب ال WHO هي مسؤوله عن حوالي 300 ل 500 مليون شخص بيتاثروا كل سنه. 1 مليون دس بسبب اكتر مع الملاريا انفكشن. الكلينيكالي المريض جاي سيريبرال ملاريا, انا عندي فيفر بتكون سادن اونست, ممكن اوقات بيكون جرادوال معايا. لو نيورولوجيكال ديفست نيورولوجيكال كومبليكيشن زي هيديك سيجرز امبيرد للكونشس ليفل ممكن يوصل لكوما. في نون نيورولوجيكال اللي هي معايا هيباتوسبلينوميجالي, في جوندس بيدخل في دي اي سي, بالمونرا ايديما, رينال فيلير, هايبوجلايسيميا, دي اي سي وسيفير انيميا, وممكن مالجنانت ريتينوبسي. الفيتال في حوالي 20% من الناس, حتى لو بعد التريتمنت ممكن الناس بيحصل لهم ديث. الدايجنوزس انا بعمل بلاد سمير, بنعملها ستيننج بجيمس ستين واشوف الاسيتشوال فورمز بتاعت البلازموديوم فالسيبارم. هو عملوا سن وثيك بلاد في الليفل اكتر من 5%. السيريبرال ملاريا من الحاجات الامرجنسي محتاجه اي في تريتمنت. وانس ان هو متوفر عندي لابد ما ابداه, ببدا الارتيزونيت ده الفيرست لاين بمعدل 2.4 مللي جرام لكل كيلو جرام.
بديها دوز عند اول دوز، بعد كده بعد 12 ساعه، بعد 24 ساعه، واشوف انا بشوف البارازايت دنسيتي بتاعه البلد. لو اقل من 1% انا بشفت على اورال تريتمنت اللي هو الكوارتم. لو البارازايت دنسيتي اكتر من 1% انا بكمل على نفس الدوز دي لمده 7 ايام. طب لو البارازايت دنسيتي اقل من 1% انا بشفت على الاورال. لو لسه اكتر من 1% انا بكمل على الاي في لمده 7 ايام، بعد كده بعمل شيفت لاورال تريتمنت. لو البيشنت مش قادر ياخد اورال تريتمنت انا بدي دوز واحده في اليوم لمده 7 ايام. السكند لاين الكينين. الكينين ممكن يعمل اساسا انتيجين اميون رياكشن، وبالتالي يعمل هيموسيس وبيعمل فيجوال ديستربنس وبيدخل في هايبوتنشن، بيعمل هايبوتنشن. السكند لاين بقى هو لو مش متوفر الارتيزونات بدي الكينين ال 10 ملي جرام لكل كيلو جرام، بديها كل 8 ساعات لحد ما يحصل فيه امبروف.